اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بساطه سهوله مرونه. بنفتح باب الثلاجه بنلاقي صدرين فرخه حلوين، هنعمل طبق شوربه جامد جدا في كل العناصر الغذائيه، اذا كان من الجزر، فيتامين سي، كوسه مفيده للقولون، بسله مفيده وغنيه بالبوتاسيوم للسيدات الحوامل. فهنعمل شوربه من المطبخ الطلياني اسمها المنستروني بالدجاج، طبعا بيدخلها نوع من انواع المكرونه حسب الرغبه. معانا النهارده البتنجان ابو قلب ابيض، ده هنعمله النهارده طاجن المكرونه بالبتنجان. المكرونه دي اللطافه فيها ان هي بتعشق بتنجان ولحمه مفرومه. هنشوف نعمل البتنجان العروس الحلو ده، والموسم الشتاء معروف بانواع الخضار بتاعته وبتبقى طبعا زي الفل طازه وفريش. معانا كمان الحلو النهارده بساطه سهوله مرونه، فطاير التفاح بالقرفه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ممكن نحط لها سكر، نعتمد على السكريات اللي موجوده في التفاح حسب الرغبه. يعني الحلو تقدر كل بنتها حلوه تخش المطبخ تفاجئ مامتها ان هي بتعمل حلويات لطيفه وبطريقه سهله وبسيطه. تفاصيل كتيره في الحلقه، فيها شغل كتير للامانه لان فيها فكره طهويه باقل تكلفه ممكنه. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، بساطه سهوله مرونه. فين يا عم الشيف؟ على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي تفاصيل حلقة فيها شغل كتير قوي على فكرة. بس الشغل الكتير ده بأقل تكلفة ممكنة عشان برضو ما نتخضش ونقول يعني شغل كتير، بعمل خروف ضاني، بعمل ديك رومي، التفاصيل دي كلها. معايا صدور فراخ عايز اعملها النهارده شوربه او منستروني بالخضار. خضار ده كوسه، جزر، بطاطس، بسله، اي كرفس ده اساسي معانا، بصل وتوم. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. صدور فراخ، كوسه، جزر، بسله، بطاطس، كرفس، بصل وتوم. البهارات بتاعتنا بسيطة، ملح وفلفل، وما ننساش طبعا المكرونة الجميلة اللي دايما بتكون مع شوربة المنستروني، أو ممكن تحط لسان عصفور حسب الرغبة. معانا زي الفل، حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. أول حاجة بناخد صدور الفراخ بالشكل الجميل ده كده، نقطعها. حلو قوي. ومعانا طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو، ناخد صدور الفراخ الجميلة دي. اللهم صل على النبي. والفلفل ده نشيله، خلي كده عيني نشيل ده. حلو قوي زي الفل كده. ناخد صدور الفراخ تقطع بالشكل ده كده، سكينتك لازم تكون حاميه. هنقطعها كاريهات، سيبك من مصطلحات المطبخ يعني مكعبات اهو. الطاسة بتسخن على النار، بنشوح الفراخ دي مع البصلة والتومة والزعتر. ممكن تعملها لا من غير لا فراخ ولا لحمة عادي، مفيش مشكلة. بس طبعا لما انت بتدعم الشوربة بفراخ او بلحمة يعني بتخلي قيمتها الغذائية عالية جدا، بتناسب الصغيرين والكبار وكل افراد الاسرة. واحنا عارفين ان الدجاج صدور فراخ تبقى نسبة دسامة بقدر الامكان اقل شوية، والشعبيه بتاعت الفراخ من الاطفال اكتر. يعني دايما الفراخ يقول لك انا مش باكل لحمه، بحب الفراخ، سواء بيحبوها كريسبي، سواء بيحبوها مثلا مشويه، شاورما، كلنا بنحب الشاورما اهو. الفراخ اتقطعت بالشكل ده كده طازه وزي الفل. ناخد الفراخ دي بعد التقطيع الحلوه دي كده يا عم الشيف، نشوف هنحمرها ازاي في معلقتين من زيت الزيتون ومكعب من الزبده، بقدر الامكان برضو ما نكترش الدهون يا عم الشيف. مكعب زبده لطيف كده ونتوه. حلو الكلام. تحميره الفراخ دي مهمه، الشوربه طبيعي لها قوام. يقول لك البلاشه اللي بتقطع عليها فراخ او بتقطع عليها لحوم ما تقطعش عليها خضار، كلام جميل قوي. بس نطبق القاعده دي امتى يا عم الشيف؟ في حاله لما ان الفراخ او الشوربه تكون مختلفه، انما انا هتعمد واقطع الخضار على نفس البلانشه لان الخضار ده هيخش النار،
بس برضه علشان نفهم المعلومه صح، البلانشه اللي بتقطعي بيها والسكينه اللي بتقطعي بيها فراخ او لحمه، انت شغاله في طبخه، مفيش مانع انك انت على نفس البلانشه بنفس السكينه بنفس الجلافز تقطعي الخضار، ده مش هيحصل اي مشكله. على مسؤوليتي هناخد الفراخ دي نحمرها كده بالشكل ده كده حلو. طبعا احنا عندنا معلومه غير معلومه دايما بنشوفها دايما على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، معلومه غير معلومه، لان كل اكله لها مفاتيحها، كل اكله بيبقى لها طبعا سر من الاسرار. فاحنا طبعا بعد ما بنخلص الحلقه بنقول لحضراتكم ايه المعلومه الغير المعلومه في الاكله بتاعتنا، او ايه التركايه بتاعت الشيف المغازي المعتادين عليها. شويه البهارات الحلوين على الفراخ زي الفل، هناخد كده. اللهم صل على النبي، تعالي انت مش عايزه تطبخي ليه؟ حلو، نقلب كده. الله، الفراخ خدت لون ازاي سريع اهو، ولازم تنزل على نار شديده. دايما بيقولوا لي انت شيف مغازي بتقول دايما نار شديده، يعني هل الطاسه لو لا مش قصه هنا، القصه ان النار لما تكون شديده والطاسه سخنه. الفكره الطهويه والخبره الطهويه بتقول ايه؟ بنعمل عمليه احتباس للسائل اللي موجود جوه قطعه الفراخ او قطعه اللحمه عشان تبقى اللحمه جوسي كده وفيها طعم وفيها طراوه، وتبقى لحمه حته لحمه طريه ملبسه. انما لما تنزلها على طاسه بارده، على الطاسه ما تسخن وتقوم معاكي، بيكون السائل اللي جوه حته الفرخه او حته اللحمه او السمك نشف مع تسخين الطاسه، فبتاكليها بتبقى ناشفه. حلو، شايفه الفراخ زي الفل ده الطاسه. حلو، معانا بصل ناعم، ثوم ناعم. الشوربه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تفكري فيها بالشكل ده كده اهو. بدات البصله تدوب مع الفراخ مع التومه. معايا حل على النار، دي معايا على طول دايما، فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل كالعاده اهي، دي دايما معايا. بجيب بصل وتوم وكرفس وحبهان ورق لورا، وبسلق كده الخضار ده كله في قلب الميه. الميه دي ممكن نسلق فيها مكرونه، ممكن نستخدمها في الشوربه بتاعتي، ممكن نستخدمها في طاجن المكرونه اللي هعمله دلوقتي بالبتنجان، زي ما احنا حابين. اه، باخد دي كده اخليها على جنب عشان اشتغل في اللي بعده، مش هستنى جنب الفراخ لغايه لما تستوي. حلو، ده الطبيعي، بنعلي النار هنا. انا عايزك في المطبخ كده عندك عين البوتاجاز اربع عيون تقريبا، او في بعض البوتاجازات فيها خمسه، ده الطبيعي، فتكوني سريعه البداهه وانت شغاله. اه، طاسه ثانيه، وكل الاكل بيطلع مع بعضه. استاذه رحاب نستاذنك، مقادير طاجن المكرونه بالبتنجان والجلاش على الشاشه. المقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن الشكل والطعم مختلف. المقادير عندك في قلب الثلاجه، حبيتين بتنجان رومي او عروس، معانا مكرونه سباكيتي مسلوقه هنسلقها مع بعض، ومعانا كمان يا عم الشيف جبنه موزاريلا، معانا من البيض بطين، معانا زبده زيت زيتون، وتعالوا نشوف هنشتغل فيها ازاي. عينيا الاثنين واحنا مع بعض واحده واحده. حلو قوي، مهم جدا وانا شغال في الطبق ده في فكره طهويه حلوه قوي. عجينه الجلاش بتجيبيها طبعا لازم تحتفظي بيها كده في الكيس علشان ما تنشفش منك، تستخدميها زي ما انت عايزه. دي عجينه الجلاش اللي هنستخدمها. بجيب قالب اللي تشيز كيك اللي موجود عندك، الحاجات دي لازم تكون انت محضراها ومجهزاها. اهو دي عجينه الجلاش بتاعتنا الحلوه، والقالب بتاعنا زي الفل، بنخليهم كده على جنب. حلو الكلام، واحده واحده كده مع بعض واحنا شغالين، شغالين في الطبختين مع بعض. اهو المكرونه اخبار، اللحمه اخبارها ايه؟ الدجاج اهو على النار، بناخده على النار الشديده دي كده. ننزل بالخضار بتاعنا، الجزر والكرفس والكوسه والخضار المتقطع جاهز عشان نخلص من الطبق ده. تحب الالوان انت دي يا عم شفيق مخرجنا الجميل، ومعانا البسله اللطيفه الجميله، بسلة من الخضروات اللي هي بتلعب دور مهم جدا بالسكريات بتاعتها، غنية بالبوتاسيوم، عنصر من المعادن المطلوب. اه، نقلب كل ده مع بعضه. الله، ايه الحلاوة دي يا عم، ايه الجمال ده. اه اه،
شايفه الشوربه؟ طاجن المنستروني، شوربه المنستروني. الشكل ده كده اهو. شيل دي من هنا مضايقاكوا يا شباب اهو، انا عارف. نقلب كده اهو. الله، في كل الالوان، كل ده على النار. حاطط بهاراتك يا عم الشيف. حلو قوي. ناخد السائل بتاعنا الطبيعي. الله، خلاص الصوت راح، ونسيبها تاخد غلوه بقى. بعد الغلوه دي قرب الخضار يستوي، بننزل بحفنه من المكرونه او لسان العصفور. مش عندك لا ده ولا ده، حط رز مصري بتاعنا او رز بسمتي حسب الرغبه في قلبيها. عايزه تبقى احسن من الشيف، حط شويه فريك صغيرين، شويه برغل، زي ما انت عايز. المهم ان في عنصر هنا من الاربع حاجات، يا اما رز يا اما مكرونه يا اما برغل يا اما فريك. ولكن ايهما افضل؟ عشان لما نقعد على السفره نقول دي منستروني، تحط مكرونه. يا سيبها تغلي مع بعضيها زي الفل. الكرفس طبعا بنضيفه في الاخر خالص علشان لونه ما يسودش معانا، ولكن الكرفس دايما هو ملك الشوربه. الله، هنغطيها. هغطيها ولا ما اغطيهاش؟ مخرجنا زي ما انت حابب، هنغطيها. طبيعي عشان ما تاخدش مننا وقت كبير. زي الفل، خلصنا من المنستروني. نخش على اللحمه المفرومه بتاعتنا. معلقه زيت زيتون الطبيعي. اللهم صل، نفس خطوات شغلك تبقى في المطبخ وانا شغال كده. الحاجه اللي بتاخد وقت كبير منك احنا بدانا بيها. اللحمه عشان فيها نسبه دهون عاليه شويه، بعمل ايه يا عم الشيف؟ ما بحطش دهون كتيره. الزعتر بتاعنا بنحطه اول حاجه. الله على التحميره دي، الله على الجمال. ننزل باللحمه المفرومه. ونقلب اللحمه كده. اللهم صل على النبي. ونشيل دي من هنا. حلو قوي، خدت لون اللحمه. دي اللحمه اللي انا هستخدمها مع طاجن البتنجان، طاجن المكرونه بالجلاش. لحمه مع الزعتر الريحه حلوه. ننزل بالبصله بتاعتنا الناعمه، التومه الحلوه الناعمه. اللهم صل على النبي. نقلب كل ده مع بعضه. الله، هو ده. بسيب اللحمه تستوي، ما اقفش جنبها، ابعد عنها خالص. تخش على البتنجان بتاعنا الجميل. انا بعلمك ازاي تقف في المطبخ زي تعملي سيفونيه. البتنجان عندنا هو ده طبعا الاساس بتاع المكرونه بتاعتي. بتنجان تعرفه طازه ولا مش طازه ازاي؟ بمناسبه ان احنا اشتري صح، اشتري صح البتنجان، مسقعه، تعمليه مقلي، تعمليه طاجن زي ما هعمله دلوقتي، تعمليه مع شويه طعميه حلوين. لما تكون العشبه دي او الزهره دي خضره بالشكل ده كده، تعرف ان البتنجان ده طاز. اهو اللي بيها كده، اهو شايفه الخضار. هنفتح قلبها دلوقتي بعون الله، لها ابيض زي قلب الشيف كده. هي من بره سودا بس من جوه بيضه. الحاجه الثانيه لما تدوسي عليها بصباع ايدك كده تلاقيها قاسيه، لقيتها طريه اعرف ان مش طازه، يعني الميه ناشفه من جواها وزي السفنجه. لقيتها ناشفه اعرف ان هي طازه، بتلمع عيونها حلوه والجلده بتلمع زي الفل، سمار لامع اعرف ان هي طازه. قلت ثلاث علامات دول مهمين جدا واحنا شغالين مع بعض. ناخد البتنجان عينيا. هناخد البتنجان. ايه رايك تشوف قلب البتنجانه؟ ايه رايك تبص عليها كده وقول يا رب. بالشكل ده كده، هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه ده؟ في يبقى احلى من البياض ده؟ والبياض ده جمال. حلو قوي، انا مش بهزر. سودا من... ما انت لو سبتها شويه تسود يا شفيق طبيعي، لان البتنجان غني بالاكسده. عشان البتنجان ما يسودش بنحطه في محلول حمضي زيه زي التفاح، زيه زي الموز، ده الطبيعي. يعني بالظبط بعد ثلاث دقايق هتلاقي البتنجان قلبها ايه، اسود، خلي بالك. ناخد اللحمه المفرومه نفلفلها بالشكل ده كده، ونسيبها على النار. طاجن المكرونه ده فيه شغل كتير قوي على فكره. شفت التقليبه دي مطلوبه، عايزاها تفلفل معاكي اكتر واكتر، شيء اشاء من الميه. هو ده، هو خلص الكلام. تمام، ونسيبهم على النار. حلو قوي. نشوف البتنجان هنقطعه ازاي ونحمره ازاي. اخبار الزيت هنا ايه؟
حلو قوي. يسخن الزيت معايا عشان احمر البتنجان ده في قلب الزيت. طب البتنجان ده هيتقطع ازاي يا ام غازي؟ السمار جمال والبياض جمال، فاحنا هنشارك الاثنين مع بعض. اللهم صل على النبي. التقطيعة دي مطلوبة. حلو، نفس القصة. شفتوا وانا بقطع البتنجان؟ ناخد الشق كده، هو ده هو ده نفس الموضوع. نيجي هنا شريحة اتنين، اللهم صل على النبي، نحطهم الاتنين فوق بعض والتقطيعة دي كده. اللهم صل، سكينتك حامية في ايدك، مقبضك على ايد السكينة عشان تتحكمي فيها، تبقي دايما انت اللي متحكمة فيها. نقطع بقية البتنجان زي الفل، عينية بالشكل ده كده. نفتح البتنجان دي ونشوف بياطة، يلا نشوف بياطة وجمالها. صلي على الحبيب قلبك يطيب، هو ده. سيبوني مع البتنجان ابو قلب ابيض ده كده، اقطعه بنفس الطريقة، مش هعمل حاجة خالص، هاخد بعدها ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار بسيطة وسهلة لعمل اطباق مميزة بأقل تكلفة ممكنة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطة وسهلة بأقل تكلفة ممكنة، ممكن تخترقي أي مطبخ في الدنيا. طلياني، مكسيكي، تشاينيز، هندي، ياباني، عربي، زي ما أنت عايزة، لأن معاكي شيف شاطر. حلو الكلام. والسر في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. تشكيلة من الخضار من خير أرضنا، لحمة مفرومة، فراخ مفرومة، زي ما انت حابة. بنعمل المنسترون النهاردة بالدجاج. الدجاج خد لون الزعفران، خد لون الكركم، مع الخضار. الصينية دي تكفي العيلة، زي الفل، فيها كل العناصر الغذائية. البطاطس اللي موجودة يعني كربوهيدرات، يعني نشويات، من نعم ربنا علينا خلق في البطاطس النشويات بتاعتها، بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. بسلة يعني بوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات، ربنا يقومهم بالسلامة. جزر يعني فيتامين سي ليواجه البرد ومناعة ومضادات أكسدة. إيه تاني معانا؟ كوسة، ألياف مفيدة جدا وتساعد على الهضم وتعالج مشاكل الإمساك. صدور فراخ يعني بروتين حيواني لطيف وجميل خالي من الدهون، زائد الخبرة الطهوية اللي بتغذي الإيه؟ العقل السليم، هو ده. هنخلي الخضار كده على النار، معانا اللحمة المفرومة زي الفل. نيجي بقى لسلق المكرونة. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ لما تيجي تسلقي مكرونة هتستخدميها في طواجن، هتضيفي لها صوصات بعد كده، لازم تسلقيها نص سوا. ليه؟ عشان تكمل السوا بتاعها مع الصوص التابع ليها او الكينيا بتاعتها. انا عندي هنا حلة فيها كرفس، فيها جزر، وفيها بصل وتوم. هل اسلق المكرونة مع الخليط ده؟ ما ينفعش طبعا. هناخد المية بتاعتنا ونسيب بالشكل ده كده اهو. الله، هو ده. انا مش عايز تشكيلة الخضار. خلص الكلام. تخيلي بقى لما تسلقي المكرونة في السائل بتاع المية ده. زي، ونرجع المصفى تاني. زي الفل. ونسلق المكرونة في قلب المصفى، هو ده. مكرونة سباكيتي. تعالي يا حلوة. فين المكرونة دي تتحط؟ فين؟ فين؟ يلا هنا. زي الفل. تتسلق المكرونة مع قليل من زيت الزيتون، وطبعا كده كده المية بتاعتي أو السائل بتاعي أو البوكي جارنيه بتاعنا جاهز زي الفل. اللحمة أخبارها إيه؟ البتنجان أخباره إيه؟ أكلة صعبة جدا، فيها مكونات كتيرة، بس جمالها في شكلها وجمالها في طعمها بعد ما نعملها. البتنجان بيتحمر زي الفل في زيت شديد الحرارة عشان ما يشربش مننا زيت. نستأذن الأستاذة رحاب. مقادير فطاير التفاح بالتوست نعملها ازاي؟ معانا تفاح، معانا شرايح من التوست لطيفة وجميلة،
ومعانا قطعه الفطاير ومعانا شويه فانيليا مكعبين من الزبده والقرفه الناعمه والسكر. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حلو قوي. ايه الاخبار هنا؟ زي الفل. الله على شكل الخضار في قلب الطاسه. عرفنا الفطاير تعمليها ازاي لكل بنوته حلوه. تفتح الثلاجه تاكل زبادي، تفتح الثلاجه تجيب الخضار، تجيب المكرونه، تجيب التفاح وتعمل وتساعد ماما. تشكيله الخضار، هنحط المكرونه بتاعتنا. يلا العب يا سمك. هو ده. ممكن بدل المكرونه دي رز، ممكن بدل المكرونه دي شعريه، ممكن بدل المكرونه دي فريك برغل، زي ما انت حابه. بحفنه ايدك كده زي الفل. عملتي طاجن لطيف وجميل. نقلب كده زي الفل. المكرونه دي لما تستوي هتدي شخصيه للشوربه دي وتديها قوام الطبيعي. لانها بتمتص نسبه من السائل بتاع الشوربه. نسيبها على النار. اللحمه اخبار ايه؟ زي الفل. معلقه فلفله حلوه على اللحمه. هو ده. شويه خضره على اللحمه. كده انا بحضر اللحمه المفرومه دي للمكرونه. بقدونس ماشي حلو قوي. زي الفل. كده اللحمه جاهزه. سائل المكرونه وميه المكرونه هتشارك في الطاجن بتاعي ده، خلي بالك. بحط هنا معلقتين دقيق للامانه، الخبره الطهويه بتقول كده. ليه الدقيق يا عم الشيف؟ علشان تديني قوام لحاجه اسمها وايت صوص. الشكل هو ده. شفت المدرسه؟ شكرا. زي الفل. مكعب من الزبده في قلب الدقيق ده. ونسيبهم ننساهم شويه. حلو قوي. اخبار الشرب ايه؟ البتنجان اخباره ايه؟ هو ده اللون اللي انا عايزه. زي الفل يا عم الشيف. نقفل الزيت بتاعنا. يا نعم البتنجان اهو يا غالي، مش شارب زيت ولا اي حاجه. اللون ده يدبل معايا كده البتنجانيه حلوه عشان تبقى ملحمه في قلب المكرونه، تبقى زيها زي اللحمه. بالشكل ده كده. هنخليها كده على جنب. ده البتنجان بتاعنا. والنظافه دايما في ايدك يا شيف. حلو قوي. طبيعي وانا شغال حضراتكم دلوقتي بتقول الشيف المغازي فاتح في كذا اكله. ما انت في المطبخ انت مش بتحمري بصله هتعملي لحمه مفرومه تقفي جنب البصله لما تستوي وبعدين تفكري انك تولعي الفرن تحطي مثلا بطاطس تسلويها ولا بطاطس تشويها. ده غلط. ده فكر نظامي في المطبخ غلط. بتقفي وقت كبير بتجهدي نفسك على الفاضي ومفيش انتاج في الاخر. يعني بقول لك يعني الواحد بيلف حوالين نفسه في المطبخ. لا، انا عايزك في المطبخ ترمي كل حاجه على النار وتتفرجي عليها. الشوربه بتستوي خلاص، اعتقد ان فاضل لها التركايه الاخيره، احط الكرفس وخلص الكلام. المكرونه بتاعتي بتستوي بالشكل ده كده، بدات تختفي اهيت زي الفل. تمام. وعندي اللحمه المفرومه هنا بتتقلب مع الدقيق بتاعي علشان تديني قوام. معلقه الدقيق اهي بتشرب من اللحمه اهو، واقلبها كده. انا عايز احمر الدقيق ده قبل ما اخلطه باللحمه في قلب الطاسه في قلب الحله. شفت الجو ده كده؟ مكعب الزبده هو المهم هنا. اول ما بلاقي الزبده دي دابت بخلطها كلها مع بعضيها. لازم الدقيق ياخد تحميره شويه في قلب الطاسه وانا شغال. اللهم صل على النبي. قلب يا شيف بقى كله على بعض. هو ده. هو ده. نعمل ايه بقى؟ عندي السائل بتاعنا الجميل، بس انا اعمل حاجه بصراحه مش في المقرر، وانا بحب الجو ده من الشغل. شوفوا معايا كده الشوربه بتغلي هنا. بصوا كده على الحلاوه دي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، ادعوا لي دعوه حلوه. هو ده. هو ده. ده المطبخ. هو ده. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ هو ده مطبخ. سموه مطبخ ليه؟ خلص الكلام. قلب ده يا عم الشيف. الله، ايه الحلاوه دي؟ طاجن المكرونه ده تعظيم سلام له. البتنجان بتاعنا اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي. نقلب كل ده مع بعضه؟ كل ده مع بعضه. نعم يا غالي. أمرني. آمر. أشيل ده من هنا؟ ما أنا عايز النار. أهو حبيبي، أنا والله عايز أدلعك. هو ده. لا، السر في الطاسة. أنا شفت الطاسة دي فيها كل، فيها خبرة طهوية. شفت التركاية اللي أنا عملتها دلوقتي؟ دي مش في المقرر. مش موجودة في النص، خلوا بالكم. وأنا كيف أطلع من النص.
خدت من الشوربه بتاعه المنستروني شاركت مع طبق المكرونه بتاعي. اهو 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 فيها كرفس وفيها بسله وفيها خضار فيها فليفر حلو اهو زي الفل. دي جاهزه كده نخليها على جنب. المكرونه اخبارها ايه؟ عايز اسلقها نص سوا، ده الطبيعي علشان كله يتقلم مع بعضه في قلب العجينه بتاعتي. المكرونه اخبارها ايه؟ تحل بس. نجيب القالب اللي هنشتغل فيه، والقالب غالب يا مغازي. حلو قوي. ده قالب تشيز كيك، سواء بتعمليه على البارد سواء بتعمليه على السخن. ده بيتباع في اي سوبر ماركت من مصروف البيت. وفري قرشين كده على جنب، سماها حصاله التوفير، حصاله الابداع، حصاله المطبخ. تجيبي لك قالب زي ده كده، سكينه حلوه مشرشره، سكينه صغيره تعملي بيها ورده، الحاجات دي مقطعه كويسه، الحاجات دي مطلوبه منك، يعني مش لازم تكتبيها من ضمن الحاجات اللي مطلوبه في الحاجات التزامات المطبخ، تفاجئي كده بيها حلوه، يعرف انك انت بتوفري من مصروف وتجيبي حاجه دي بتساعدك، دي بتخليكي تعملي حاجات حلوه في المطبخ. هناخد القالب ده زي ما هو كده بالشكل ده كده، ونعمل ايه يا عم الشيف؟ ونرص فيه عجينه الجلاش. حلو قوي بالشكل ده كده. معلش نحط نوت كده شويه زبده او مكعبين زبده في الارضيه، عايز دول انا محتاج لهم علشان يدوا لي حمار للطاجن. خلي بالك، تعالي يا سكينه، هي دي شفت نفحه السكينه ازاي؟ مش عايز اسيح الزبده انا هحطها بشكل تاني دلوقتي. ممكن تحطي سمنه يعني، بس انا بحب الزبده دايما مع المكرونه كده زي الفل. هنعمل ايه؟ نشيل العجينه دي كده ونحط مكعب الزبده ده كده. الصوره الحلوه، الصوره الحلوه، الصوره الحلوه. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ اعملي زي ما تعملي كده. نعم يا غالي. عايز تحب الجو ده؟ مخرج شاطر. هو كان فينك فينك يا بطه؟ بتهزر يا شيف. ناخد دي كده زي الفل، نفس القصه. العب يعني. بعض المطابخ يسموها مكرونه سيليسيان. سيليسيان جايه من نسيان. سيليسيان يعني ايه؟ حاجه كده من المطبخ الطلياني تعمل نعم يا غالي. عينيا، حاضر، الله يعمل لك اللي انت عايزه. لو قلت لي جيب نور يطبخ معاك اجيبه. حبيبي نور. ايه الحلاوه دي؟ عاجبك الجو ده كده؟ عينيا. خليها زي ما هي كده زي الفل. نحط دي كمان. يلا، ايه الاخبار؟ الشوربه اخبارها ايه؟ نرجع للنار. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ دي عايزه الكرفس وبالف هنا وشفا. اللحم المفروم مع البتنجان، اهلا وسهلا. جاهز. نشيله كده على النار علشان يبرد معايا شويه. ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. المكرونه اخبارها ايه؟ تعالي يا مكرونه. ده النار مطفيه. ايه ده؟ بتهزر يا شيف ولا ايه؟ العب. هي لما بتكون الميه بتغلي المكرونه عايزه 5 دقائق بالظبط. اخبارك ايه؟ حلوه قوي. عينيا عينيا. بس عايز اعمل حاجه قبل الفاصل، تسمحوا لي يعني. شفت المكرونه اهي؟ ناخد المكرونه دي. بص المكرونه دي نحطها هنا كده. تاني. يا ويلي على فين؟ اكلك منين يا بطه؟ هنا. انا عايز تسويتها دي كده. زي ما هي كده. تكمل سواها مع البتنجان. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير بس، اوعدكم والله ما هعمل حاجه غير مع حضراتكم. تروحوا بعيد تابعوني زي ما هي كده. بشوقكم. تكمل طبختها هنا. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. فاكرين ولا افكركم ان احنا شفنا مقادير فطاير التفاح بالقرفه؟ انا حطيت التفاح على النار عشان اكسب وقت ويستوي، ده الكلام بالامانه يعني، وحطيت معاه معلقه من النشا وقليل من السكر. تفاحه ده التفاح. كل ما يتعرض للنار كل ما يديني قوام. ما اعمل ايه يا عم الشيف، بحط له شويه القرفه. تفاح مع القرفه يعني القلب يدعي لك، القلب يدعي لك. تفاح وقرفه، القرفه مفيده للقلب والتفاح مفيد للقلب. حلو الكلام، حلو الكلام. مقادير، نرجع للمكرونه بتاعتنا وحديثنا مع المكرونه. مقادير التفاح، على ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، والصوره الحلوه مع فرسان التلفزيون المصري تتحدث عن نفسها، والصوره تعني مليون كلمه ليس الف كلمه كما يقولون الصحفيون. حلو الكلام، مع احترامي لهم. الكلام ده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. شايفين الجو ده كده، نشا قرفه ناعمه. حلو، واسيبهم كده مع بعض المزيج ده. حلو قوي، فطاير التفاح بالقرفه، انا عايز اعملها علشان تبرد معايا شويه واسيبها. بحط لها شويه قليل من الحليب. بس خلاص، حلو، واسيبها على جنب. نرجع للمكرونه بتاعتنا عشان دي موضوع. انا المكرونه سلقتها وشفناها مع بعض، معاها بتنجان، فيها خبره طهويه، كل ده مع بعضه يا شيف. هاخده هنا مع بعضه كده، بحطه في الكسرولة بتاعتي. اللهم صل على النبي. الله، الله عليك يا شيف، حلو قوي. وعندي من البيض بطين. حلو قوي. طبق المكرونه ده للامانه يعني عايز اتغذى ولادك، عندهم مشاكل مع الانيميا مش بياكلوا، اعملوا لهم الطبق ده. جبنه، كل ده في قلب الطبق يا شيف، كل ده في قلب الطبق. ونمسكها كده نقلبها كلها مع بعضيها. مكرونه، تنجان، بيض، جبنه، والجبنه اختياري، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون جبنه برمجان مبشوره، بلاش البرمجان، جيبي جبنه رومي. عينيا، حاضر حبيبي حبيبي حبيبي، هو ده اهو. مخرج ما بيعديش هسه. العجينه دي انا هستخدمها واحط فيها، نقلب كده اهو، جاهزه. الله، البياض يتقلب كويس مع الصفار هنا في قلب المكونات دي كلها. بتنجان يعني اكسده، يعني حديد، يعني مضادات اكسده، يعني بروتين، يعني قيمة غذائية، ألياف، مكرونة نشويات طبعا، لحمة مفرومة يعني بروتين، كل ده في الطبق. ناخده زي ما هو كده، يلا نسمي بسم الله، نسمي بسم الله. هو ده في قلب الطاجن عشان هيخش الفرن. ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف؟ كل ده يستوي مع بعضه. توزع كده، ما رايك اشيلها كلها عشان اكسب وقت؟ يلا حابب انت الجو ده، اهو العب. هو ده، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. وسويها كده، ما تسيبش حاجه في الكسرولة، هزعل منك. كل ده دافعين فيه فلوس. زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، امن عليه. هو ده، واخد الكسروله دي بتاعتي كده، ودي مش عايزها من هنا، ونساوي كده. الله، اللهم صل على النبي. جبنه هنا عامله عمايله مع البيض مع البتنجان مع اللحمه المفرومه مع المكرونه، زي الفل يا عم الشيف. بقيه العجينه بتاعتي اهي، عجينه الجلاش، العب. الاطراف تتقفل كويس بالشكل ده كده، ركزي معايا بقى عشان الموضوع هنا مهم.
بنختمها كده بواحده حلوه. شوف الشيف هيعمل ايه دلوقتي حالا عشان الصوره تبقى حلوه. بجيب سكينه اهي، باخد شكل دائري كده، اخد الاطراف دي عايزها عربتي ترمي، اخد العجينه دي كده احطها كده واحطها هنا كده. يلا اهو، ونفتح الفرن بتاعنا في درجه حرارته 180. يلا مع بعض الفرن، يلا الفرن مع بعض. اهو يا دلعك يا شيف، يا دلعك لما تشتغل بمزاج رايق. اهو ايه اللي بتعمله ده يا شيف عشان تبقى كريسبي؟ عينيا اهي، دلعها زي ما هي كده اهي. طاجن المكرونه سيليسيان، مالناش دعوه بالمصطلح العلمي بتاعه او الطهوي، ده طاجن المكرونه بالجلاش واللحمه المفرومه. ممكن تستبدلي اللحمه المفرومه بسجق زي ما انت عايزه. ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف؟ المطلوب من الفرن طبعا يديلي لون لعجينه الجلاش. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه يلا ندخله الفرن مع بعض. يلا اللهم صل على النبي. فين مكانه ده يا شفيق؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول العل العل؟ جيب لي دي جيب لي دي جيب لي دي اه جيب لي دي جيب لي دي اه هو ده اه كمان واحده اهي العب اهي اهي على الفرن العب اهي. يلا اللهم صل على النبي. يلا خبره طهويه في قلب الفرن، طاجن فيه كل العناصر الغذائيه بتناسب افراد الاسره صغير وكبير. الف هنا وشفا عينيا اهو. يلا يلا العب اهو، ناخد بعضينا ونشوف التفاح اخباره ايه. المال الحلال العب يا سمك اهو. نشا قرفه سكر شويه حليب، ناخد التفاح زي ما هو كده ونفضيه في طبق جانبي عشان نبدا نحشي رقائق التوست. الله طبعا لازم تبرد. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اه يا غالي الطاسه اهي، مش عمرها ما تمسك. واحنا بنهزر؟ مش بنهزر يا شفيق. حلو اه، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفطاير واحنا مع بعض. اه اللهم صل على النبي. بنغرف الشوربه دي الاول عشان نشتغل في التفاح ده على الروقان كده. نعمل واحدة اتنين تلاتة. عينيا اهو ناعمين اهو. الشوربة ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو ايه رأيك ننزل بقى كلها مرة واحدة؟ كرفس فين يا عم الشيف؟ اهو منستروني الدجاج بالخضار، ريحة الكرفس فيه حكاية. البطاطس بألوانها الحلوة، الكركم عامل عمايله. تعرفين فايدة الكركم ايه؟ بيلعب على حتة جامدة جدا. ايه هي يا عم الشيف؟ ينقي الكبد ويجلي جدار الكبد ويخلص الكبد من الدهون. كل ده في الكركم وينشط الكبد ويغذي الكبد. الله العب العب هنا. هو ده هو ده اللهم صل على النبي. بس دي كفايه، مش عايزين على السفره حاجه تانية. خلي بالك يعني انت لو انت عندك دلوقتي الطاجن ده في قلب البيت مش محتاج غير شويه رز ابيض بس. بألف هنا وشفا. طلب ايه يا عبد الله يا استاذ رحاب؟ كيكه بالشوكولاته يا شوكولاته. عينيا ليك يا عبد الله. الحلو نعمله ازاي مع بعض؟ الحلو معانا شرايح التوست الجميله، ومعانا القطاعه الحلوه، والبلانشه دي نغيرها خالص اللي اشتغلنا عليها شغل تاني، نجيب واحده جديده. حلو الكلام، اللهم صل على النبي، ونشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني لازم يكون رقم زوجي. 2 4 6 8. حلو الكلام. ونجيب القطاعة الحلوة بتاعتنا كده. حلو، وناخد الأطراف دي مش عايزها. نفس القصة. ناخد الأطراف دي مش عايزها، نفس الموضوع. ناخد الأطراف دي مش عايزها. على فكرة ما ترميهاش، حمصها في الفرن واعمليها بقسماط. تعملي أي حاجة بانيه، تعملي بيها صوص الشركسية، الفراخ الشركسية، توست محمص مع عين جمل اللي هو الجوز، مع كزبرة ناشفة، مع توم، يتحمروا كلهم مع بعض وينضربوا في الخلاط. دي صلصة الشركسية واحنا شغالين مع بعض. اهو
مع رز ابيض وصوص الشركسيه ينزل على الرز الابيض زي التلج بتاع بيروت كده لما بينزل في جبل لبنان. الحاجات الصغيره دي مهمه جدا. انا مش عارف ليه القطعه وبتقطعش للاخر. حلو قوي زي الفل كده تمام. طيب نشيل ده من هنا. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل فطاير التفاح بالتوست. حاجة سهلة ولطيفة. وعشان كده سايبها للآخر، لغاية لما مخرجنا يقول لنا وقتك خلص. نعمل واحدة اتنين تلاتة أربعة مع بعض، أنا عايز أوصل الفكرة لحضراتكم بس. تعملي حلو ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة. يا نعم. حاضر. المال الحلال ربك ببارك فيه، افتح يا سمسم. أنت ناسي المكرونة يا شفيق. العب. نسيها والله، صح؟ بالله عليك ما نسيها؟ أنا كنت نسيها. بتهزر؟ هو ده. هو ده. العب. هطلعها دلوقتي. لا مفيش سكر، ليه سكر بودر؟ مفيش سكر بودر خالص، الله العظيم التعسل. أيوه 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 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها هنا؟ نخليها هنا. بتهزر يا شيف. هو ده. سكر بودر ازاي بس؟ فهمني يعني. ده اكل. سكر بودر لو انا عامل كيكه. بس هي يعني اللون بتاعها ده اللي انا عايزه، خلي بالك. تطلع فوق تطلع تحت، هو اللون ده. احطها في الصينيه بتاعتنا. العب. هي دي. هو ده. اللهم صل. المال الحلال ربك بيبارك فيه حتى لو دخل الفرن. نعم. لا زي الفل يا فندم. كله تمام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نشتغل. هو ده. التفاح معانا اهوت بمعلقه. اللهم صل على النبي. ونجيب طاسه كده عشان نحمر، واحده واثنين وثلاثه واربعه مع حضراتكم، واحده واحده. ازاي اعمل فطاير التفاح بطريقه جديده وحلو سهل وبسيط. بحط الطاسه دي على النار كده معايا، بحط فيها شويه زيت صغيرين، ممكن اخلط الزيت ده بمعلقه سمنه. حلو قوي زي الفل. قليل من السمن ليس من الزبده، لعشان لو حطينا زبده ممكن تحمر لك التوست. واسيب دول على النار كده ونشتغل مع بعض. اللهم صل على النبي. التفاح بنحط كده في النص اهو. فطاير التفاح بالقرفه. النشا هنا بيلعب دور البطوله، ولازم تصبري عليها شويه لما تبرد عشان حبايه التوست ما تفتحش منك. لو نزلتي بقى سخنه في حياتك اوعي تعملي فطاير بلحمه مفرومه سخنه او بدجاج مفروم، ايا كانت الحشوه تكون سخنه لازم تبرد حتى لو حلويات. تفاح مخلوط بقرفه مخلوط بسكر قليل من النشا. دي عايزه شويه كمان زي الفل. اخبار الزيت ايه؟ يسخن معايا. حلو قوي. نخلي دول كده على جنب. شوف هعمل ايه دلوقتي. دول كام واحده؟ هم دول. ناخد بقى شريحه التوست اللي معانا دي كده ونيجي هنا كده. اللهم صل على النبي. بنفس القطاعه ونيجي كده. ونحط دي كده على اليد. حلو قوي. نفس القصة. قفلنا واحدة. طريقة تانية. ناخد دي كده هنا. وناخد القطاعة بتاعتنا. تقومي تعملي ايه؟ فكرة حلوة قوي. ايه هي بقى الفكرة الحلوة اللي بتقول؟ نجيب النشابة دي كده. الكلام ده مش من فراغ. نشابة. ونفرد يا عم الشيف. الحبات التوست دي معانا. حلو الكلام ده الطبيعي. تقوم تديكي مساحه شويه على وشي دي كده. الله عليك وعلى والديك. كمان واحده نفس القصه. مطبخ في ايدك
تقدري تعملي كل حاجه انت نفسك فيها. اه نعمين حاضر. اه تاني نفرتها شويه بنشابه بكوبايه شاي عندك. اه الزيت اخباره ايه؟ وصلت لك الفكره ازاي؟ اه اخبار الزيت هو ده. اه يلا اللهم صل على النبي. نفس القصه. اه فطاير التفاح بالقرفه نفس القصه. اهو واحنا مع بعض. اهو نفس القصه. نعمل واحده كمان اهو عشان كده سايبها للاخر. اهو نقطعها كده وناخدها كده نفردها كده اهو ونحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. وناخدها بايدينا كده اهو. دول كفايه اربعه؟ كفايه اربعه. لم الليله دي كلها يا عم الشيف. يلا وصلت المعلومه زي الفل يا عم الشيف. نجيب طبق التقديم معانا. اه نفس طبق التقديم بتاع التوست والسكر البودر معانا والقرفه معانا. اللهم صل على النبي. اه واحنا واقفين مع بعض. اه اللهم صل على النبي. اه نقلب دي كده. ده المطبخ تبقي واقفه كده شطوره حلوه عارفه بتعملي ايه. اه الله شايفه الجمال ده والروقان ده. اه الف هنا وشفا. طبعا لازم تشيليها وانت بتشيليها تحطيها كده على مناديل ورقيه حتى يمتص الزيت اللي موجود فيها. اه الله والله ريحه الفانيليا مع القرفه حكايه. اللهم صل على النبي. عينيا عينيا يا فندم. الفكره وصلت لحضراتكم. فطاير التوست لازم كده لازم المحطة بتاعت المنديل دي. اه طبق التقديم بتاعي. اه ألف هنا وشفا للي ياكل منها. اه ومقرمشة وحلوة حلاوة جواها تفاح. ممكن نستبدل التفاح ده يا عم الشيف بالموز حسب ما انت حب. اه حلو فطار الصبح ده لطيف. مش كل يوم طبق أومليت. مش كل يوم بيض بالبسطرمة. اه مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. في فكر طاوي اه، في خفة يد ولطافة اه، عملنا قالب مكرونة بالبتنجان والجلاش في خبرة طاوية، عملنا المنستروني بالدجاج في لطافة، في تشكيلة من الخضار من خير أرضنا، عملنا فطاير حلوة للبنوتات الحلوة اللي بيسمعوا كلام مامي. يعني نقول رؤية فن إبداع بساطة سهولة مرونة. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.